EFM للسينيور مع إبراهيم الطيب. اهلا وسهلا، مرحبا بكم عوده من جديد الى لسينيور. تير البرني يا محلق في العلالي، بالله غزرلي وما تحقرني، ما بقالي من الاحباب الا ظلي، حتى ظلي من بعدها ما عاد يحمل ظلي. كلمات الهاشمي غشام، موسيقى واداء جمال قله. باش تذكرك عليه هذه؟ ذكرني ببرشا حاجات. التسجيل هذا أنا سجلته في نادي الأدب الشعبي في 2014، سجلته بالتليفون داعي عنها بأشياء بسيطة ياسر، ولكن تفكرني بمغامرة قام بها هاشمي غشام، المرحوم هاشمي غشام. كان يمس من كل الأشياء، كان صحافي متعدد النظرات، متعدد التوجهات، مختلف تماما على المنصف غشام اللي هو شاعر اكزوبيرون، فهمتني. خسرنا هاشمي غشام كيف ما خسرنا عديد الفنانين اللي كانوا نجموا يكونوا يبنيوا حاجة هامة في الدنيا. هي حلاوة الغناية نعرفوا من أرشيف علي سعيدان، الغناية كنا نسمعوا فيها تو الآن بصوت جمال قلة. حلاوة الغناية أنه هاشمي غشام اللي هو صحفي وكاتب صحفي في الفرنسية أساسا، وشاعر غنائي أيضا، ولكنه عنده حب خاص لتير البرني، وكان هو حتى أي جليس يقعد بحذاه في أي وقت لابد يسمعه تير البرني. حبينا تحية لروح هاشمي غشام، وتحية لصديقنا جمال قلة أيضا، وإن شاء الله في لقاء قريب يكون على الميدان. مانيش بعاد برشا، الآن معنا سي إبراهيم الطيف. إبراهيم الطيف من كان. هاي صباح النور سي إبراهيم. صباح الفل، عسلامة سيد علي، عسلامة، نعشكم بحبيكم. معايا سيد علي سعيدان، خالد حسني، رفيق بوجدارية، خميس الخياتي، رجاء بن سلامة. خميس الخياتي ورجاء بن سلامة في مملو في نفس الكلاتو في هذا شرف كبير للسينيور. خميس الخياتي ورجاء بن سلامة في نفس لو بلاتو مع لي سينيور، ان توكا صح عليكم ولا صح عليكم. عايش هذا تسمع فين؟ ها نروح نفكر فيه. سابول دي بلاسمون، سابول دي بلاسمون من كان البلاتو. ايوه هو يا ابراهيم، هو انت تبدا موجوده هنا في تونس ولا موجود في كان؟ البارح قاعد نشوف فيك في الندوه الصحفيه في الجناح التونسي حول ايام قرطاج السينمائيه في الدوره القادمه. أيوة. انت وصديقتنا سونيا شامخي قدمتوا على ايام قرطاج القادمه في جناح التونسي. اعطينا فكره على الاقل شنو حكيتوا البارح في هذه الندوه، شكون اللي حضر فيها، هل هناك برمجه استباقيه لايام قرطاج السينمائيه في دورتها الجايه؟ اكيد هو هي عاده جرات منذ سنوات انه نعملوا نقطه صحفيه باش تكون شو اسمها ندوه صحفية، ونعطيو فيها التوجهات الكبرى للمهرجان، وتبقى التفاصيل المهمة والأكيدة والديتاي وكل بعد في الندوة الصحفية اللي تقام في جمعتين قبل دونك انعقاد المهرجان. دونك الحضور كان المرة هذه حضور بالحق دو كاليتي، معناها حضور نوعي من بعض الصحفيين، صديق كبير لخميس خياتي و ابراهيم العريس، مدافع المهرجان ابراهيم العريس. بيان سور كان حضور من الاخوه الفلسطينيين، من الاخوه السعوديين اللي حضورهم كبير برشا في كان كما كل المهرجانات. ابراهيم انت الدوره القادمه انت مدير فني للدوره القادمه هكا ولا لا؟ مدير فني ومع رئاسه الدوره لسونيا الشامخي. او خميس الخياتي يحب يحكي معك. خميس الخياتي يحب يسالك سؤال. سلام برهومه، يعني سلام على الجماعه غديكا. انا في سؤال هو بالنسبه لاسبوع النقاد، على خاطر هذه حاجه جديده باش تكون موجودة في أيام قرطاج السينمائية، هو أسبوع النقاد بجائزة بي 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 بي. كيفاش فكرتوا في الحكاية هذه؟ على خطر حاجة باهية لكن عنت كما يقولوا باللغة العربية، طلعت كاتول. والله هو تسويت أنا معناها متعرف ندور برشا مهرجانات وكل، وديما نكتشف لبير نلقاهم أكثر في أسبوع النقاد، معناها من أحسن الأفلام
اللي راوهم في 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 اسبوع النقاد. وكنت اخيرا في لجنه التحكيم في القاهره في اسبوع النقاد معناها بتاع القاهره اللي الاسبوع النقاد نتاعهم كذلك جديده. واقترحت على سونيا انه يكون معناها عندنا كذلك اسبوع النقاد نتاعنا اللي هما سبع افلام مع فيلم افتتاح وفيلم اختتام. وعنا حتى في الامور بما انه هذه التجربه الاولى اتصلنا وانت ما ظن عضو فيها خميس فيدراسيون انترناسيونال دي كريتيك دو سينما في بريسي باش يكونوا كذلك يرافقونا في معناها يعطيونا عديد من الافلام اللي يشوفوهم لانهم يدوروا في كل مهرجانات العالم. تعرف في بريسي عندهم جوري في كل مهرجانات الكبرى انه يكونوا في الدورة هذه الأولى يكونوا تعرف يرافقونا في الفترة. إبراهيم إبراهيم سؤال قبل أخير ثم عندي خالد حسني يحب يحكي معك وحتى في جوابك فرد مرة خذهم زوز أسئلة في واحد على المشاركة التونسية في مهرجان كان في الجوائز مش كلش الجانبية ولكن الجوائز المعروفة المشاركة التونسية العناوين وأهم المشاركات التونسية في دورة كان سنة تاع سينما. ومعها سؤال خالد حسني أو خالد حسني أيضا سؤال خذهم زوز في واحد. أخوي بروم شو أحوالك؟ أنا ما عندي سؤال مش أقول لك حاجة اليوم معناها فهمتي ان كونستا اليوم هنا الكل الفريق للسينيور اللي كيفا لا شاس بيرسا بلاس نقول لك اقعد غاديكا اما كيفا كان وسي بيرسا بلاس معناها مات الملك عاش الملك او عاش الملك مات الملك اقعد غادي اقعد غاديكا. ما اولا مش نجاوب كويس نجاوب كابتن خالد حسني انا ولا خالد ولا المخ في تقديم الحصة معناها بالنسبة لنا شرف كبير ويزمني توقي نرجع نحاول أن نوصل للثقافة والنكتة وخفة الروح متاع المخ. دونك أكيد أنا مش يكون الرجوع صعيب برشا ولكن نعرف أن تسهلني الأمور باش نرجع لك المكان اللي أقرأسه فيه وليك نحبه برشا. يعيشك بالنسبة للمشاركة التونسية نعرف اللي عنا زوز أفلام في ما يسمى بالكنزين دي غيريزاتور. شفنا فيلم البارح جميل جميل جدا اسمه سوليزار بتاع أريج الصخيري. أريج الصخيري هي صحفية من أصلا معنا كانت صحفية elle a travaillé beaucoup sur l'investigation و بدات تعمل فيديو دوكيومونتير والفيلم هذا فيكسيون يحكي بطريقه جميله جميله جدا على اللي يشتغلوا في حقول في الحقول وكي يركبوا في الكاميون في الكماين 404 ولكن مش فيلم معناها مأساوي بالكل بس فيلم يحكي على الحب يحكي على الحياه يحكي على سوليزار هما سوليزار بروميتي تاع الكرموس فوالا البيضه. دونك فيلم جميل جدا وعندنا فيلم اخر اشكال اللي مازلت ما شفتوش دونك فيلم اشكال اللي تعرض كذلك في كنزان دي ريالتاتور اسبوع نهار الثلاث فوالا دونك باش نقعد نتفرج عليه كذلك الفيلم هذاك. وفما فيلم اخر هو صور في تونس صار فيه اشكال هو الفيلم تونسي او لا هو انتاج تمثيل في تونس هو لمخرج مصري امريكي الفيلم صور كله في سيدي بوزيد والغطاسه في بري حكايه البوعزيزي ومحرقه البوعزيزي وهذا. دونك فيلم عمل شويه رمو ما بين على خاصه يقال ابراهيم انه غير الموضوع من محرقه البوعزيزي بعد ما لقاش تفاهم من العائله وغير الموضوع الى قضيه اخرى هي قضيه الحرقه وهذه الفيلم بيدو عنده فيلم يعني فيلم الفيلم كيف تغير الموضوع. نختم ابراهيم نختم مع خميس الخياطي. حبيت نسال يعني بالنسبه يعني لرئيسه لجنه تحكيم تاع اسبوع النقاد شكوني متونسية هي ايوه عندها قيمه وعندها قيمه كبيره وهذه يعني جائزه يعني مهمه في مهرجان كان مش حكايه يعني الصحفه الذهبيه ولا شيء هذيك كل يعني بتاع النقاد يعني مش لعبه بحلالي. لا اكيد انه حضور كوثر بن هنية كرئيس لجنه تحكيم اسبوع النقاد مهم 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 جدا يعني دفع الى قيمه اليوم السينما التونسية خارج الحدود وخاصة في قسم كما أسبوع النقاد اللي معناها وخميس نجم يحكي عليه أكثر لأنه عميد النقاد في تونس كنت فيه يعني لمدة 4 سنوات
اي وكل يوم وكان في تنظيم اسبوع النقاد في كان وحديث كان مع ابراهيم العريس يكاد يكون كل يوم موضوع خميس الخياط موضوع خميس الخياط اكيد جدا توا شوف انت الحقيقه احرجتنا معناها ابراهيم الطيف كنا زعما قررنا هنا في اطار حركه تصحيحيه انه نخليوك في كان ونضمنوا لك معناها اقامه مريحه وتقاعد مريح في كان ما نجمش ما عندي تقاعد مريح عندي جنسيه واحبه يا مروه يا بيه ودون بلادي ما نجمش طبعا طبعا ابراهيم تحياتنا ونستناو فيك ابراهيم على رجاء على رجاء يسلم عليك عيشك. ابراهيم بانتظار كي ترجع يا ابراهيم نعاودوا نفس اللمه زاده ايضا لانه يقول لك ابراهيم عنده التابع الخاص نتاعو والضيوف يحبوك تكون موجود بيناتهم. نرجعوا بعد قليل باش نمشيو الى ضيفنا خميس الخياطي نمشيو الى بوب ونرجعوا مباشره نربط حديث بحديث. سينما ورد الشفايف سينما كنا مع ابراهيم الطيف سينما في كان يا مكان ونتعداو الى ما نمشوش بعيد الى انت غادي خويا تعمل هذيك كيف علاش لا اذا جات قاعد خاصه مريح في كان انا جاهز لكل حركه تصحيحيه. هذا ناقد سينمائي منذ عام 66 اكتب في لاكسيون ايامات كانت لاكسيون مثقف متعدد الاهتمامات صحفي ناقد سينمائي عمل أطروح الدكتوراه في علم الاجتماع على صلاح سينما صلاح أبو سيف كتب في الصحافة العربية في المهجر وكنا نقرأ له في الثمانينات في اليوم السابع الجريدة الممتازة وكتب أيضا في القدس العربي وخدم أيضا في فرانس كولتور لسنوات قريبة ماضية في تونس أيضا كتب في الصحافة التونسية وأنتج برامج تلفزيونية حول السينما. إذا ضيفنا اليوم لضيف متميز خميس الخياطي اللي كتب عدد من المؤلفات في النقد السينمائي صلاح أبو سيف في السينمات العربية هذه بالفرنسوية بحث عن الصورة من مؤلفات متاعه سجالية تسريب الرمل الخطاب السلفي في الفضائيات العربية ثم كتابه اللي أثار جدل حين أصبح الجمل لاحما وأيضا الثقافة محنة لذيذة وكتابه عن التلفزة والتلفزيون العين بصيرة في الشأن التلفزي التونسي. اللقاء مع خميس الخياطي وهو يعتزم بعد أيام إقامة معرض خاص بخميس الخياطي من ذاكرة خميس الخياطي ومن أرشيف خميس الخياطي. مرحبا مرة أخرى خميس. سيدي رايح شبنا لروحي على خاطر مرس عليك يعني التقديم كما هكا العبد يحاول يسمعه كل صباح باش نجم يقوم ويمشي ويدافع البلاد. السيرة اللي قدمت منها شوية رغم هذا من 66 خميس الخياطي هذا الرجل اللي هو ذاكرة سينما في تونس تم تكريمه صدفة في العام الماضي شغل صدفة لأنه بغتة كان هو حاضر وفوجئ بهذا التكريم قال لك في بلادي من عام 66 وانا في السينما وفي النقد السينمائي وفي اللجان الدولية للسينما ما يتم تكريمه إلا سنة الماضية هذاك علاش هذا حق هذا واجب الاعتراف حق خميس الخي. احكينا ساعة خميس قبل كل شيء على هالمعرض نبدأ بالحدث. المعرض هو يعني مكتعرف الصحافي بعد القلم عنده آلة التصوير فكنت يعني في اليوم السابع يعني غطي المهرجانات وناخذ تصاور يعني للممثلين للمخرجين للندوات فالحاجة القانونية في فرنسا أن تأخذ تصور التصويرة ملك الجورنال لكن السالب والنيجاتيف ملكك أنت فكل الصور موجودة عندي في الدار فقرر يعني نيجاتيف فقررت يعني رجعت عرفتهم لأني قدمتهم يعني المكتبة الوطنية وحاجة باهية عملتها المكتبة الوطنية أنا استنسختهم يعني وأعطاهم للسينماتيك فبش يتقام معرض في السينماتيك يعني حال صور سينماتيك في مدينة الثقافة في مدينة الثقافة أي في مدينة الثقافة يعني صور يعني في 80 تصويرة باش صورة باش يتعرضوا يعني وحاجة باهية كله أبيض وأسود وكل مخرجين يعني جودار تريفو مخرجين سوفييت أمريكان مصريين كله يعني مهندي كيف واحد يدخل المعرض ثم مسار الواحد كيفاش تصورتوا انت كيفاش الواحد يحوس ما بين التصور هذوما يحوس ما بين التصور يعني يمشي يشوف التصويره فقط هي تذكر له حاجه وبعد كده يتعدى يعمل مونتاج مونتاج نتاع السينما يعني تتعدى من حاجه لحاجه وما فيش علاقات ما بين بالضبط
هي خميس كل صورة تحكي لحظة وقطعة من حياة بنادم. أنت أقرب الصور ليك، على الأقل اللي نعرفه أنا بما نشرته، أنت أقرب الصور ليك اللي كانت صور استثنائية. من قبيل نتذكر مليح الصورة الشهيرة لنجيب محفوظ، وهي صورة غريبة. نجيب محفوظ يعني اللي هي غريبة أكثر من غريبة، يعني مش صورة نجيب محفوظ، هو اللحظة اللي ما اغتنمتهاش مع نجيب محفوظ. ودخلت وشوفي نجيب محفوظ الله يرحمه ويتكلم، ثم واحد شايب كان قاعد وسلمت عليه ومشيت نتكلم عن نجيب محفوظ. قعد الشايب قعد بعد قام ومشى. أنا كملت الحوار متاعي وخرجت وأنا في القاهرة أقول يخرب عقلك قوش هك المخرج. توفيق الحكيم كان قاعد سلمت عليه فقط. توفيق الحكيم هو هذا الشيء. انت قلت عطلني يعني معناها ضيعت زوز من اساطين الادب العربي، نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم. لا نجيب محفوظ صورت له يعني توفيق الحكيم. توفيق الحكيم توفيق الحكيم كيما مره يعني موجود يعني في قهوه في فرنسا، نعمل في حوار مع واحد وكان قاعد في القهوه مخرج امريكاني عرفته يعني سلمت عليه وستقع وقعدت نخمه بعد كم مشيت على روحي. يعني مرات العبد الإنسان يضيع يعني يمكن هذيك مهمة، هك اللحظات اللي ضيعها الإنسان ذيك كذلك مهمة تبقى في رأسه. إيه يا أخي تحب كل شيء؟ ما نحب كل شيء. أنا ولدت مش تحب كل شيء. ينزم يكون عندك ندم يعني. أيوة حتى الندم يقود إلى ناشفين يحبون. وندم رفيق قول وي راتيب بوغ يسير حلوه راتيب بوغ يسير راتيب بوغ يسير سي بيان دي هذا. انا نحب نحيي سي خميس نقاتي نحييه خياتي سي خميس الخياتي نحييه لانه انا في اعتقادي وانا يوزاجي مستهلك تاع افلام نتفرج على السينما كان فما مسيو السينما في تونس توا اللي نجموا ناخذوا من التجربه الطويله نتاعو هو راهو سي خميس إن كان على مستوى السينما العالمية ولا السينما التونسية. في فترة من الفترات كنا نشوفوه مرة في الأسبوع في التلفزة التونسية كان يخرج بشريط يحكي عليه ويحكي على السينما، ولكن كان من خلال الفيلم اللي يقدمه سي خميس في التلفزة الوطنية كان يحث يدز يغرم الشباب بهالفن هذا اللي هو فن عظيم واللي في تونس ما نقولش عنا فيه تقليد ولكن عنا فيه باع بإمكانياتنا وعنا فيه كذلك ذراع. من الحوايج اللي نتمناها باش ترجع اون تريبون سي خميس باش اون تريبون في التلفزة الوطنية بس باع ملك التوانسة باش يحكي للناس على السينما في وقت اللي ربما عز فيه الكلام على الفنون وارخص فيه الكلام على امور اخرى تضر وما تنفعش. تحيه اخرى ليك سي خميس خاصه في كتابك اللي فيق الناس من الغفله اللي هو كتاب تسريب الرمل واللي نشكرك عليه برشا لانه احنا في تونس فقنا به بعد 20 سنه بعد مرمل دخل مش للتلفزه تسرب للعقول وشفنا النتائج نتاعه في العشريه هذه. تحيه ليك وربي يطول في عمرك باش نتمتعوا بعلمك وبخبرك. هو يعني برنامج في التلفزة يعني هي عملية اتصالية، ما تجيش مش تعطي دروس للناس، يعني تجي مثلا اسلوب سهل تجي اجمع اللي قاعدين في قفصة غاديك يعني يخزروا فيه، فانت تتكلم مع مواطنين ما يجاوبوكش، لكن انت يعني وقت انت تتصل بهم يعني، فإضافة لذلك يعني ما تتكلمش بالعربية القحة يعني لأن عملية التواصل تتكلم بالدارجة تحط يعني تعابير يعني، فهذيك كلها يعني تجعل بأنه اللي قاعدين في الدار وقاعدين يتعشوا في الكسكي ولا حاجة يخزروا لك يعني لأن تتكلم لغتهم، لكن باش تعطي درس ولا شيء. وهذا هو الشيء المهم في التلفزة أنك أنت تتكلم في ناس يفهموك وتفهمه مع الأسف. برافو. أنا عجبني المقترح اللي قاله رفيق بوجدارية، المنبر حول السينما هو فارغ، هو منبر فارغ يعني الآن واضح لكل اللي عنده عينين، ما نحكيش على ناس أخرين. خميس الخياتي سؤال، أنت منذ الستينات منذ القصور والمبيت متاع الكاف في الستينات وأنت تتبع في حوال السينما منذ أن كانت عندها قاعات إلى أن صارت تلك القاعات أطلال أو محلات تجارية. اليوم في ظل تراجع عدد القاعات متاع السينما مازالت
من خلال محامل أخرى في التلفزيون وأيضا من خلال المنصات. هل السينما هي بيدها؟ لا مش نفسها، مش نفسها، لأنك أنت وقت تدخل قاعة سينما، قاعة سينما يعني ظلمة، مثل ما كان جودار يقول كلمة حلوة إيه، يعني يقول بأنه السينما ترفع لك راسك والتلفزيون تهبط لك راسك. يعني وقت أنت قاعد قدام قاعة سينما في قدام يا شاشة، شاشة عندك 3 متر على 2 ها، والناس ساكتين وفي دنيا ظلمة، اللي يتكلم يعني تقول بشوي. فأنت إذا كان قاعد قدام التلفزة تنجم حتى تمشي وتحل الفريجيدار وتأخذ كعبة يوغورت وترجع تلقى يعني كل شيء مكسرات شوية، مكسرات وتبقى كل شيء ماشي. التلفزة مش نفس بالبار وتقعد مش نفس العلاقة، يعني لأنك أنت عندك ضوء في الدار، في الدار ولا في البقعة اللي أنت موجود فيها وتتكلم. فالتلفزيون هي حاجة زاد كذلك نفس كودار يقول التلفزيون راهو استمابل، يعني في أثاث يعني مش حاجة أخرى. هي فرق ما بين مكان مقدس ومكان غير مدنس. السينما طقوس، يعني ثم هيئة، ثم جلسة، ثم صمت، ثم سينوغرافي، دنيا ظلمة، وثم ثم مشاعر اللي تحرك وما يشوفك حتى حد. أيوة ميكروفون سيماجين، السينما سيماجين، سي سكري، سي روليجيو سيماجين. والحقيقة من المؤسف والله مجد اللي توا من كل وقت ووقت، وهذا كمان يجابك الركرسي، ولكن من المؤسف كونه السينما في السال دو سينما مازالت موجودة، والسينما نتفرجوا عليها بير بير فيو، معناها تخلص في التلفزة وتشوف في دارك وتتفرج في أفلام جديدة وأفلام تيماتيك وأفلام عالمية في دارك على الكنابي متاعك وفي تلفزتك. ولكن لما جي السحر نتاع تمشي لقاعة السينما وتلقى 300 ولا 200 شخص جايين باش يتفرجوا على فيلم في صمت وفي إعجاب، كما قلت ناس تخرج لأن ما عادش السينما، ما عادش انتهى لعن السمع البصري، أنا فنون السمعية البصرية اللي يدخل فيها سينما وتلفزيون وتليفونات وكله، ما عادش السينما وحدها. السينما وحدها يعني ما هو نستحمد ربي في تونس، يعني تو عندنا 31 قاعة سينما. احنا تفرجنا، احنا تفرجنا على الكهرباء 28 تو 31 كيفاش شيخ مايس؟ احنا في حملات كان معنا تروسال دو سينما مشاو كان كان انا عندي شو شيخ مايس تو قبيله قال لك على اللي يكون نوع دوسيد ليكرون كانوا قبل يحطوا فيه بعديش كذا اوكي. وتو تبارك الله يعني كنت نسمع يعني انسان عظيم فودي لا فيريتي، فهمتي علاش بالقامه نتاعك انفو با ريابيليتي لي سيني كلوب. انا عشت في حملنف مع لي سيني كلوب حتى معناها دخلونا وغرمونا، فهمتي وغرمونا نبني سيني كلوب لكن ما عادش نفس، ما عادش نفس التناول ونفس الاستهلاك اللي موجود كما كان قبل السيني كلوب. اليوم السيني كلوب يعني موجوده لكن ما عندهاش امكانيات وما عندها ثم يعني ولا اكثر منه استهلاك للشاشه منه تتعلم من الشاشه. تتعلم هو الفرق، تتعلم انت يعني يعني كنا في السيني كلوب يعني مدرسه يعني اليوم ليه الاسباب انعدم معناتها. أيوة. ثم اسباب جمعت لذه الناس انهم مش يخلقوا سيني كلوب، فهمتني؟ معناتها كل الديسكوسيون اللي تقع بعد الفيلم نقول والاستاذ اللي يشرح ويفسر هو علي سعيدان طريقه للنظر. هو فما سياق كامل اللي خرج هذوما النوادي السينما اللي كانت من الاحزاب الكبيره يسموها. أيوة. في البلاد في اواخر الستينات وفي السبعينات ضم فوق 12,000 تقريبا. أيوة. منخرطين في نوادي السينما سياق كامل. اذا المهم هي محنه السينما، ولكن السينما لا تنتهي، قد تتغير المحامل نتاعها من قاعه توفر جمله من الشروط باش نتفرجوا في فيلم الى مثلا توا التلفزيون او المنصات او غيرها. المهم هي تحولات مصحوبه بمحنه كبيره لن تنتهي، صحيح ماهيش مشطوفه كتعبيره. المهم خميس الخياتي كان عندنا حديث على محنه، وانت قلت محنه الثقافه، محنه الثقافه محنه لذيذه، والسينما ايضا محنه لذيذه. بعد شويه نحب نحلوا الكتاب على محنه اخرى. احنا يقول لك احمد ابن ابي الضياف يقول لك تونس تلك الإيالة الفقيرة حسا ومعنا. أنا الحقيقة نقلت عبارة ابن أبي الضياف الفقيرة حس ومعنا إلى تونس تلك الإيالة المريضة حسا ومعنا. بعد شوية باش نحلوا الكتاب على التوانسة. خلينا قبل هذا خلينا قبل هذا نعرفكم الضيف، نعرفكم الضيف وتسمع صوته الجميل بعد قليل. المديرة العامة لدار الكتب الوطنية هذه صفة زائلة اللي يعنينا أساساً
الكاتبة، الباحثة الجامعية، المحللة النفسانية، صاحبة الكتب اللي شكلت حدث كتابها الخطير العشق والكتابة، كان في الأصل أطروحة دكتوراه، كتابها اللي خلخل اسمه نقد الثوابت واللي يقراها ما يطمنش على روحه، بنيان الفحولة، وهذا حديث على البنية متاع الفحولة في الثقافة العربية، وكتابها المحبب لي أنا شخصيا، لكتابها رغم أنه كان في سنوات الشباب الأولى، وهو كتاب الموت وطقوسه عند المسلمين من خلال الجامع لمسلم صحيحي البخاري ومسلم. أيضا ضيفتنا هي مترجمة، هي ترجمانة للأشواق، عندها كتاب ترجمته عندما كانت في دار المعلمين اللي هو كتاب تودوراف في الشعرية صحبة شكري المبخوت، وعندها أيضا كتاب لفتح بن سلامة شقيقها اللي هو الإسلام والتحليل النفسي، عضوة رابطة العقلانيين العرب وعضوة جمعية بيان الحريات بفرنسا، وبهالصفة متاحها الأولى في رابطة العقلانيين العرب كانت رجاء بن سلامة على رأس موقع مهم جدا في الثقافة العربية واللي هو موقع الأوان من أجل ثقافة عقلانية. اليوم رجاء بن سلامة في دار الكتب الوطنية وخليت الأثر امتاحة. حبيت قبل كل شيء رجاء بن سلامة نرحب بيك ونقول لك فعلا المجلس لسينيور فرحان بهذا الحضور، رغم انك انت اساسا في الجونيور ماكش سينيور، بين البنين الصوت على الاقل قول بين البنين. مختار شكرا على التقديم، بارك الله فيك فعلا، وانا نحب نذكر اللي راهو في الاوان جزء من المسيره كانت مع بعضنا صحيح. حتى ولو اختلفنا ولكن الأوان كان قايم عليه مختار، هو توا للأسف توقف على الصدور، ولكن موجود في الموقع المكتبة الوطنية كأرشيف مفتوح ومتاح للجميع. أعطينا بعض الشواغل متاعك رجاء، والحقيقة أنا جيت نشوف دار الكتب الوطنية نلقى إلى جانب المشاريع الكبيرة كيما الرقمنة، وهو مشروع مهم جدا بذلت فيه أنت جهد كبير وخصصت له عمل كبير مع الفرق التحية ليهم في دار الكتب الوطنية من زملائك اللي معاك، إلى جانب هذا كل يوم نشوف ندوات، أخيرا معناها تو عندك ندوة على الطير في التراث والتراث، حاجة غريبة الحقيقة، وأنا علاش عديت طير البرني منذ حين قلت لعل رجاء بن سلامة تفكر في طير البرني. عندك برشا ندوات في دار الكتب الوطنية رجاء. به فيما يخص الرقمنا عنا لحد الشيء باش نحكي وندشنوا المنصة الرقمية اللي نخدموا عليها عنا أكثر من 4 سنين، اللي هي فيها هي بوابة للثقافة التونسية باش تكون على الانترنت، ما نعرفوش ممكن ديبي جوا خاطر مازلنا نصلحوا في صارت عملية ميغراسيون دي دوني. المنصة هذه باش يكون فيها موقع جديد هو بوابة كبرى، وباش يكون فيها مكتبة رقمية باش يكون فيها 10,000 كتاب تونسي بين كتاب ودورية تونسية مراقبة ومتاحة مجانا، وراو المجانية هذه من الحاجات المهمة في تونس ويلزمنا نحافظ عليها، المجانية هذه مش موجودة في البلدان الكل، وانا في الحقيقة زيرت المكتبة الوطنية باعتبارها مرفق عمومي متاح الأغلب للباحثين وللتوانسة الكل. 10,000 وثيقة بين كتاب وبين دورية ومخطوط، وبش يكون فيها كذلك الفهرس على الانترنت اللي هو توا موجود ولكن باش يولي فهرس حبيب للشبكة وتفاعلي، وباش يكون فما حاجة مهمة برشا نشتغلوا عليها زادا هي متحف التراث المكتوب. متحف التراث المكتوب هذايا باش نبداو بشوي بشوي كل مرة نهبطوا جثث، هي باش يتكون من أكثر من 700 تعريف بكتاب ونقيشة، كتاب مخطوط دورية نقيشة توجدت في البلاد من عهد اللوبي والبنيقي إلى تو، عنا أكثر من 200
أستاذ باحث قاعد يشتغل على، حاولنا نشاركه أغلب أكثر ما يمكن من الباحثين. هذا الكل شنو النتيجة متاعه؟ النتيجة متاعه أنه محتويات الثقافة التونسية باش تكون حاضرة أكثر في الأنترنت، اللي هي ولت عالم، ولت هي العالم، هي جزء من العالم، ما عادش معالم موازي الأنترنت. إن إما أنت موجود في الأنترنت ولا ما عادش موجود، هذا هو، هي قارة جديدة، هي بعد جديد من أبعاد العالم. وشنو الغاية؟ يعني الثقافة التونسية موجودة وحاضرة ومتاحة مجانا، جزء منها متاح مجانا، ولكن كذلك متاحة بطريقة علمية ودقيقة. كيف ناخذ ونعطيك مثال، نعطيكم مثال، خدوج روسفية هذه شاعرة ذكرها ابن رشيق في أنموذج الزمان، عاشت معاصرة لابن رشيق. كي تاخذوا ويكيبيديا شو يقولوا عليها؟ أندلسية، هي عمرها ما خرجت من إفريقيا، عمرها ما خرجت من البلاد التونسية، ولكن فما عدم دقة، فما سطو أحيانا على الذاكرة متاع البلاد. احنا نحبو هالمعطيات هذه ننجوها بطريقة متمعنة متريثة، ولكن ما نهبطوا على الانترنت إلا كل ما هو دقيق وعلمي وموجه لجمهور عريض. فالمشاريع هذه هي في نفس الوقت بيداغوجية تبسط المحتويات، ولكنها موجهة تخدم أيضا المختصين. في بما يخص ليزيفينمون، يعني الانشطه اللي انا عندي توجه في خدمتي انه ما نعملوش ليفينمونسييل بور ليفينمونسييل، لا، انه ديما فما وثيقه في الاخر، فما ندوه، ما نقبلش انه الندوه تتعدى من غير ما عندنا تسجيل. هذه نصيب حق المكتبه الوطنيه على خاطرنا نخدمه للاجيال القادمه. وحبيت قبيلة نذكر اللي سي خميس راهو عنده حاجة أخرى، إنه هو خزينة فوتوغرافية. سي خميس يحب يصور ويحب يوثق وعنده الحس الوثائقي، وحبيت نشكره على حسن ثقته في المكتبة الوطنية خاطر هدينا الرصيد متاعه. وهذا هو، يعني ما نعملوش الأنشطة اللي كينا في عالم، كينا في عالم الشفاه ما يقعد منها حد شيء، ديما فما وثيقة سمعية بصرية في الغالب تبقى وتتاح، تتاح بعد طبعا نحتاطوا في مسألة الملكية الفكرية، ناخذوا الترخيص، ما عندناش الحق نرقم وننشر كتاب حقوقه محفوظة، فما القوانين الملكية الفكرية نراعيوها، يلزم يكون الكاتب متوفى عنده 51 عام. ولكن يعني فما مشروع آخر زيدا إن شاء الله يعطي نتائجه، هو مشروع محرك بحث داخل الكتب التونسية. كيفاش نعملوا فيه؟ نعملوا فيه على طريق الرقن ولا لوسيريزاسيون تاع الكتب التونسية اللي باش تكون متاحة، على خاطر الكتاب كيف يكون PDF مود إيماج ما تنجمش تفركس فيه، وقت اللي وقتاش تنجم تفركس فيه وقت اللي يكون مود تكست. عندنا توا 200 باحث دكتوران وطلبة بداوا باش يرقنوا المجموعة كبيرة من النصوص التونسية. يعطيك الصحة رجاء، فعلا هذه مأدبة، هذه وليمة، وليمة فعلا حقيقية، ونجموا بالنسبة للي يحبوا يشوفوا هذه الوليمة اللي توفرها دار الكتب الوطنية، دار عريقة وذاكرة وطنية عريقة. هو عمل صحيح بحثي فكري ثقافي علمي، ولكنه بالأساس عمل مقاوم من أجل الذاكرة التونسية. وأعتقد أنه حتى طرق البحث الآن صارت أسهل من قبل. طرق البحث كان قبل نمشي مكتبة العطارين قبل انتقالها الى المبنى الجديد، وكانت بصعوبة وانا نطلب كتاب وننتظر تدبر بقعة ساعة. صحيح الان، وحتى تدبر بلاصة الان، صار البحث ميسور، ولكن الباحثين لعلهم صاروا قلة. شوف خميس الخياطي، رجاء بن سلامة، لا فعلا كي تتحدث على هذا المشروع كل حاجة تاخذها كمشروع حياة، ولذلك تترك هذا الأثر. مدامنا في دار الكتب الوطنية حبينا نتصفحوا نحلوا الكتاب على التوانسة. انتم بتلاحظوا معايا المدة الأخيرة، السنوات الأخيرة،
وما نربطش ما حدث بالسنوات الأخيرة كما يفعل البعض، ولكن نقول أنه هذا ظهر أكثر من قبل. حالات الإحباط والاستثمار في الإحباط، اليأس، حالات العنف، حالات التوتر، حتى أنه الأرقام، وأتحدث تحت رقابة دكتور بوجدارية، الأرقام متاع نزلاء الرازي العدد متاعهم كبير، مر من عدد قليل 2010-2011 إلى أضعافه بعد ثورة، وآخر رقم تقريبا من عام 2019 في حدود 12,000 من النزلاء، عدا 100,000 هذوما نزلاء العيادات الخارجية مش المقيمين على عين المكان. ثم مشكلة، احنا تونس نقولوا بلادنا إن شاء الله هي بلادنا عليلة وإن شاء الله تقوم غدوة، لأن هذيك أمنا الحنينة. تبقينا أول شيء، احنا أول طريق للعلاج هو التشخيص، نتكلم تحت رقابة الطبيب، تشخيص، وتشخيص يكون صحيح باش يكون العلاج صحيح. رجاء شاركني أنه التوانسة، الحالة الصحية للتوانسة المرة هذه ما هيش ولا بد. والله أنا ما عنديش أرقام، خاطر منش طبيبة نفسية، أنا محلة نفسية، لكن فما نلاحظوا أنه التوانسة امتحنوا لعدة، امتحنوا بمعنى إيزون سوبي دي زيبخوف، معناها محنا لولانية أنهم أصابهم حبور كبير بعد 2011 وكذا، وبعد طلعوا الانتخابات، خرجت الناس، معناها ما ربما أثاروا مخاوف التوانسة أكثر من حاجة أخرى. وكلي ما نستحضر كلام حكيت فيه أنه الفيلسوف فتحي مسكيني، قال لي كل واحد معناها بعد الثورة ركبنا في سفينة جديدة، ولينا ما عادش نناقشوا وين نمشيو فك السفينة، وين نتجهوا، ولينا نناقشوا هالسفينة نركبوا سفينة ولا ناخذوا حاجة أخرى، معناها ولينا نناقشوا في الأمور الأساسية والجوهرية. هذيك رينا الناس يهاجموا في عالم البلاد، معناها هذيك كل عودة من ناحية التحليل، من حيث التحليل النفسي، فما بارشة مكبوتات رجعت وبعنف، مكبوتات اللي هو أنه النظام السابق في وقت بن علي يعني حط هذوم الإسلاميين، حطهم في الحبس في بيلو ارتاح منهم، أنا حسب رأي القمع عمره ما يحل مشاكل، هم رجعونا، يعني الفكر هذا رجع لنا. هذاك علاش انا نؤمن بالحوار، ونؤمن بانه الناس يتفاعلوا في اطار ديمقراطي، في اطار النموذج الديمقراطي، على شرط اللي هو يقبلك، على شرط هذاك علاش الشرط هو عقد اجتماعي يعبر عليه. وصلنا لحديث الاختيار، حديث مهم كابتن خالد حسني، علاش يقول القائل علاش سألت رجاء على الحالة الصحية، هذه جانب بحثي في رجاء بن سلامة، اللي هي الجانب نتاع البسيكاناليست رجاء بن سلامة، لأنه هي أيضا هي تلقت تكوينا في هذا وحلقات في هذا، وهي أيضا تطلع بهذه المهمة كمحللة نفسانية. نعود لاستئناف هذا الحديث عن الحالة الصحية للتوانسة بعد البيب. عودة من جديد، والنقاش يحتد ويشتد بين الكابتن خالد حسني والدكتورة رجاء بن سلامة حول الحالة الصحية للتوانسة، وسط مراقبة لسيقة للدكتور رفيق بوجدارية اللي هو الطبيب المباشر مباراة كرة القدم، مراقبة لسيقة. ما نحبوش نقعدوا فقط في الجانب هذاك، احنا المدة الأخيرة أكيد جميعنا شفنا وضعيات معينة تخلي تلجئ التوانسة اللي اعتقدنا أنهم عندهم نسب تمدرس وتعليم عالية، أنهم من جديد عودة المكبوتات في الإيمان بالشعوذة وبالدجل وبالحلول وبالمعجزات. رفيق بوجدارية، أنت متابع، أنت جانب بالاختصاص متاعك أيضا أنت متابع للحياة التوانسة الاجتماعية والسياسية أيضا، شنو تقديرك للحالة الصحية؟ زعما شنو يوجع فينا يا طبيب؟ قبل ما يدخل سي رفيق، الغنية نتاع صليحة تقول
تونس برات من التنكيدة، ما قالتش مرض من الجوع ولا مرض من العطش، من التنكيدة. يلزم نفهموها شنو شرحها هذه العبارة تنكيدة. تنكيدة راهو سي مالادي مونتال، سوني با فيزيك، معناتها التوانسة كانوا متعودين بالجوع ومتعودين بالفقر لقرون، ولكن التنكيد هو اللي يكمل عليهم. وإحنا يبدو أن في كل مرة نفرحوا شوية وننكسوا ونعاودوا نتنكدوا. علي سعيد قلنا رجع الرفيق، هي تونس اليوم برات من التنكيدة، وعنا ديما مع النكد. احنا بعد النكد والغصة يبدو انه امراض البلاد تقريبا هي تغلبنا على الجدري وتغلبنا على السل حشاكم، ولكن ثم افات ما زالت متحولة. اعود الى الطبيب، اشنو يوجع فينا يا طبيب؟ انا مش نحكي من 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 زاوية ولا من المنظار متاع الكلينيسيان، الطبيب اللي ماهيش في البسيكاناليز، ولكن طبيب اللي يداوي، يحاول يداوي الناس. الامراض اللي كثرت بعد 2011 بالضبط هي امتداد بل قول تفاقم للامراض اللي كانت موجوده في المجتمع قبل 2011، باش ما نظلموش التاريخ تمام. اكثر من اللي هو مظلوم. شنو اللي صار؟ اللي صار كونه بعد 2011 فما زوز حوايج. القطيعه اللي وقعت في البلاد، ثم قطيعه وقعت في البلاد، القطيعه ذيك فجرت برشا حوايج، والحوايج اللي تفجرت في البلاد خلقت برشا افراح، ولكن بعد الناس لقات رواحها في طريق مسدوده. هالطريق المسدوده خليت مثلا الديبريسيون على انواعها، فماش نوع بركه نتاع ديبريسيون يكثر في المجتمع التونسي، واللي موتيف دو كونسلتاسيون نتاع الديبريسيون كثروا في الرازي ولا في العيادات نتاع اطباء الاختصاص النفسيين بشكل كبير 2012 2013. اليوم فما دراسه قامت بها جمعيه ولا نقول منظمه، هي اكبر من جمعيه، ورات كونه عدد نتاع الاضطرابات النفسيه على في دون سات دون لور توتاليتي صغار وكبار يوصل لنسب مرتفعه في المجتمع التونسي، اكثر حتى من 40%. ولكن الامراض النفسيه باش ما نغلطوش في التسميه، لي مالادي مونتال اللي هما حوايج كبار قعدوا في الحدود نتاعهم العاديين 10%. من جانب اخر سي مختار باش نكمل اجابتي تكون كامله، شنو اللي يوجع فينا اليوم؟ يوجع فينا المكتوب والجيب. علاش؟ لانه الامراض اللي ناجمه على لاسو ميديكاليزاسيون اللي هو ناتج على الفقر كثرت اليوم في البلاد، ولينا راو في عبيد اللي يجيو مرضى لانه ما عندهمش دواء، واللي راو في مشاكل نتاع نقص لاسو ميديكاليزاسيون نتاع الناس نتيجه للفقر نتاعهم. ولكن زاد اللي غطى واللي زاد عوم الحكايه هو الجائحه اللي عشناها اللي خلطت برشا اوراق. ولكن اليوم الصحه العموميه وخاصه الصحه النفسيه عند التوانسه تتطلب الوقايه، مي مالوريزمون لا بريفونسيون في بلادنا خاصه في القلم نتاع الصحه النفسيه اللي يبدا من الطفوله، وهي مدام بن سلامة تسمع فيها اليوم في المدرسة وفي البريسكولير غايب. لأنه اليوم إذا كان نحب نوصله الصحة نفسية باهية عند التوانسة يلزم أنه ننفستي في حاجة اسمها لا بريفونسيون، ولا بريفونسيون ما تجي كان بالتكوين. فما برنامج حاب يقري الصحة الإنجابية والثقافة الجنسية كلوه ماكلة، كلوه ماكلة، كلوه ماكلة. اما كي تجي مصيبه كيما مدرسه الرقاب الناس كل تغطي تحشي روسها معناها في الوحده وتسكت، او المشعوذ اللي مشاو له بالعشرات بالقاسم والاخر كم تاع البريد حزيلو. دونك ترهات وحكايات في البلاد ما نجمو نقضيو عليها كان باللونكاد فان بالبريفونسيون، والبريفونسيون هي التثقيف نتاع المدرسه. فما شعور بالاحباط وفما لا ميزيستيم دو سوا، يعني التونسي نظره لروحه ولات سلبيه جدا. واعتقد انه الفيسبوك ضخم اي ضخم كل المشاعر السلبيه، وعنده انه تري في دو ديفلوبمون، يعني الفيسبوك يكشف العنف ويكشف كل شيء. والشعوذه هذه كانت موجوده راهي ربما، ولكن اخذت ابعاد كبيره بالاعلام وبالفقر زاده نتاع لانه فما مشاكل كبرى في الصحه العموميه تخلي الاتاحه تخلي معناها الوصول الى الـ الى الـ الى الطب مش معناها صعب، اصعب من قبل صعب. وانا نرى زاده اللي المجهول السياسي اللي نعيشه فيه لنكون
هذا يزيد من قلق التوانسة وغياب عقد اجتماعي واضح نتفاهم عليه. غياب معناها اللغة اللي تخاطب التوانسة الكل وتجمع التوانسة مش تقسمهم الأعداء وال هم اللي ضدنا في الرأي حتى مش اللي ضدك في الرأي واللي عدوك احنا معناه فما تراجع كبير. اليوم كان فما أبرز دواء أنا نقول فما زوز دوايات نجم ناخذوهم في الصباح وعند الليل في الليل هما الثقة اللي مش يخلق الثقة من لون وجديد في البلاد هذه هو اللي مش يدويها. اثنين هو نتعلمه العيش الجماعي استيتريز امبورتون رانا ما عادش توابع سكر كما قبل الناس كل كيف بحكم التطور وبالقرايه وغيره الناس كل مختلفه ولكن الناس المختلفه لازمنا نتعلم ونعيشوا مع بعضنا في وسط ضابط يضبطنا اللي هو القانون واللي هو القانون ولكن القانون ما كانش متطبق القانون العيش المشترك يزمك في فضاء مشترك والفضاء المشترك هذا أصبح إن زون دو نون دروا هذه هي المشكل الكبير. شوف الفضاء العام اليوم شوف الفضاء العام ينجم يجي سامحوني يجي يتبرب عليك على أساس باركينج بس زون دو نون دروا ما عادش معناها يحكم فيها قانون مصدر. تبقى عندي سؤال واحد كبير وكذا فماش أفق وفماش ثقة ولكن الصغار كي يشوفوهم هذه ظاهرة الانتحار عند الصغار كيفاش تفسرها مدام؟ ظاهرة الانتحار راهو حسب علمي تونس ماهيش من البلدان اللي فيها نسبة انتحار كبيرة وراهو المنزلة الانتزانية لا غير نسميه طبعا حتى التقارير تاع المنتدى الاقتصادي والاجتماعي يتحدث عليها أي. المنزلة البشرية تخلي انه الانسان خلقه ضعيفة مهما كان أكل البلدان الباهية أكل النرويج والسويد وكذا اللي احنا اللي هي في اعلى السلمات نتاع الحوكمة وكذا فيها برشا انتحار يعني حبيت نعرف خاطر الصغار ولكن عدم راهو ما نجموش نبنيو ديمقراطية من غير دولة القانون احنا مشينا في الديمقراطية ولكن معها الفوضى بدل دولة القانون بدون مؤسسات اللي قالوا عليها في الدستور تاع قبيليكا وما عملوهاش ويحتمل حتى الدستور زاد عنده المعمول تاع 2014 عنده سبب مباشر او غير مباشر لهذه الحالة النفسية او الحالة المرضية من العقاب مثير سبب من اسباب لونغواز طبعا يا كابتن الموضوع مثير للجدل باستمرار واحنا كم من مره حكينا حتى في الفريق مع فريق الاعداد نتاع البرنامج تاع لي سينيور باش نحكيوا على الصحه النفسيه للتوانسة على خاطر قاعدين نشوفوا وقاعدين نعيشوا يوميا وخاصه في العنف ثم مشهده العنف من خلال وسائل التواصل ما تلقاش قليل وتلقى الكلمه الطيبه اللي هي كشجره طيبه تلقانا نسابق مباشره الى ما هو عدمي على ما هو كلمه طيبه فعلا شرفتونا دكتوره رجاء بن سلامه كان فعلا حضور مميز جدا كالعاده ولنا لقاءات اخرى ومواعيد قادمه ان شاء الله يعطيك الصحه على الحضور خميس الخياتي انت تستاهل مش تكريم فقط انت تستاهل تمثال اسمعني في القصور في القصور في انتظار نعمل تمثال في تونس اسمعني سياسة المراحل وانت تعرف الزعيم بورقيبة اي بالمرحلة الزعيم بورقيبة قال كلمة تروبو تروتار انا اقول له تروبو مي با تروتار شكرا سيد علي سعيدان شكرا ليك شكرا لكابتن خالد حسني شكرا رفيق بوجدارية دكتور يعطيك الصحة كل صراحة التحية طبعا لفريق البرنامج في الاعداد اريج الحمروني ياسمين بن نور المتميزتين على الدوام الاخراج عاطف وانا قاعد نشوفه في عاطف الان ان شاء الله ما نلقاش صعوبات معايا في اي اف ام تي في عندنا وئام تحيه لوئام وتحيه للديجيتال شيماء برافو يا شيماء خاطر فعلا معانا كل كلام ومعها التصوير نتاعو اقعدوا باستمرار مع اذاعه اي اف ام باستمرار عندنا من عديكم بعد قليل الى اللقاء في الاسبوع القادم مع عودة ابراهيم الطيف اي اف ام لسينيور على اي اف ام احلى راديو